غاش تعيد هذيك غاش تعيد ايا غتعيد قيلا نسي عند الراوي ملي الرجال اللي كيحيدوا بها هاي هاي الوالد تبارك الله هو خدام تبارك الله الله يخليه لينا هو كيكافح داك شويه الصحه اللي عنده راه كيكافح بها تبارك الله هذا الحجر كله هذا اللي كتشوف هنايا كله راه قلعه هو تبارك الله وراه كيجمع في واحد البلاصه بعيده راه تما كيجمع في هذا الحجر هذا كيجمع سيدي في الحجر ملي ما تيصيب ما يدير تيطلع لهاد البليصه هادي ويخدم ما تيجلس يشد النامي ما في عباد الله ما والو خدام مع راساتو دام كباب مع راساتو كيخدم كيدير راسو كيفاش الوالد انت دابا ما كتجلسش مع هذوك تمايا تبقى تهضر لا تجي هنايا تخدم ها لا والو ممنوع داكشي هذاك الشيء العمل العمل وصلتي حاجة اقعد في دارك ودير شي حاجة خرج ليها خرج تخدم خرج تخدم يعني تيقول لك شي واحد ما كاين ما يدار لا بدا كاين شي حاجة ما يدار ياك با لا بدا ما اللي بغا اييه تيقول لك شي واحد ما عند ما صدت ما ندير ما كايناش هذيك القضية ما صدت ما ندير اييه واش ندير راه هادي هي اييه بنادم عيب شوية با هاديك هاديك راه قاصحة نعم قاصحة اخ علاش هاديك خاصك تضرب ليها تضرب ليها واحد شوية خاصك حجرة باش تبني خاصك تدور على الجنان ديالك اييه شوف الزيتونة اش خصهم اييه شوف الدار اش خصها اييه لا بلاد بغير يبقى يبقى هكا كاينه ايوا اصبر انا